يرغب العديد من الشباب بالحصول على عضلات مفتولة، لذلك يلجؤون إلى اللعب في النوادي الرياضية ويمارسون الكثير من التمارين، ويأخذ البعض منهم إبر الهرمونات لتكبير العضلات، وهي مركبات تعمل بشكل مماثل لهرمون التستوستيرون، وهذه الزيادة في الهرمون الغير طبيعية تؤدي إلى توقف إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤدي للإصابة بالعقم وقلة الخصوبة. طبعاً للأسف بالفترة الأخيرة قمنا وايد نشوف حالات عقم للرجال، قد لا يأتي لك الزوج بضعف فقط بالعدد، قد يكون ضعف شديد بالعدد والحركة، ارتفاع كبير بنسبة التشوهات. الأسوأ من هذا لما يجونا الذكور بحالات انعدام في الحيوانات المنوية. الغالبية العظمى راح تلقى عنده أنه هو يأخذ إبر هرمونات التستوستيرون اللي هي يأخذونها في النوادي الصحية. لما تحاول تنصحهم تلقى عادة في مقاومة منه، أنه لا، أصحابي زملائي قاعد يأخذونه، عندهم عيال ما فيهم مشاكل. ممكن أصحابك زملائك ما انضروا، بس أنت ممكن تتأثر. المعروف أو العرف أن هي تأثر على خصوبة الرجال، وأحيانا تكون هذه الخصوبة أبدية، ما يرجع يتعدل عند الوضع مع الخصوبة. فبالنهاية يفضل ودنا أن جميع الشباب يسمعون حق نصايحنا بالتفادي أخذ هذه الإبر الهرمونية، لأن يعني تأثيرها ضار مو بس على جهاز الخصوبة، على عدة أجهزة ثانية من الجسم، وقد يكون المفعول أزلي ما يتم علاجه في المستقبل. ونشوف وايد حالات صعبة يضطرون إلى أنهم يسحبوا لهم سحب جراحي للحيوانات المنوية، وهم ما يلقون حيوانات منوية. التأثيرات الناتجة من استعمال هذه الهرمونات: اضطراب عضلة القلب وتعريض الكليتين والكبد للإصابة بالعديد من الأمراض والسرطان. ممكن يكون لها تأثير على عضلات القلب، الأطباء الباطنية يشتكون. ممكن يكون لها تأثير على الخلايا الخصية، تؤدي إلى مواد سرطانية، فيفضل تجنبها. طبعا في أسباب أخرى، أحيانا تكون أسباب وراثية لانعدام الحيوانات المنوية أو ضعفها، أحيانا تكون أسباب أدوية علاجية يأخذونها بسبب أمراض مزمنة، أحيانا يكون تواجد أمراض مزمنة، عاداتنا الحياتية مثل السمنة والتدخين، قلة ساعات النوم، كل هذه لها تأثير. وللأسف الحياة صارت سريعة، الأكل مو صحي، النوم مو كافي، السمنة وايد زايدة ومنتشرة، فكل هذا له علاقة في زيادة تأخر الحمل والإنجاب عند الزوجين سواء ذكر أو أنثى. هناك العديد من الطرق التي تعزز مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل طبيعي، منها تناول بعض أنواع الأطعمة والتوجه إلى أخصائي الخصوبة. فهد الزايد، ATV، العدالة.